السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ما يشمل الاولي. بالباله بالباله ديرها بالصح، نايضه ما بين الشكح والمناجر. كما شفتوا البارح كنت داير فيديو في يوتيوب شبكوها، كانوا غادي يضاربوا الروينه بيناتهم، كلاشات شي كلاشي فشي كيتسابوا، المهم بيناتهم داكشي وصلوا لواحد الدرجه ديال انهم يضاربوا باليدين. ولكن حنا هادشي ما كنقبلوش وما كنشجعوش على العنف، كنشجعوا على الرياضه. بيناتهم حساب يفاري واحد بين عن طريق الرياضه، واللي ربح يحتارم الاخر، ولا بغاو يعاودوها من بعد يعاودوها، اللي خسر يمشي تريني على راسه ويوليو يعاودوا مباراه ديال العوده. دابا كلش كيقول الشكح، كيقول لك هو واعر وترينا وكذا وهادي، المناجر كيقول انا قاصح عليه نضربو نطيحو ندير كذا، يعني كل واحد فيهم كيهضر. اليوم غادي نمشيو عند الشكح وغادي نسمع شنو غادي يقول في هادشي، وكذلك عاوتاني غادي نوليو نمشيو عند المناجر وغادي نسمع اش غادي يقول في هادشي. ولكن ماشي كامل، من خلال هضره الشكح ومن خلال الحركات ديالو اللي غادي يورينا، نطلبوا منهم حركات، ديك الحركات اللي غادي يوريونا والوقفه وديك الشيء ولاكارد. الدراري كتفهموا في هذا الشيء، غتشوفوا بعينيكم. بغيتكم في لي كومونتير تقولوا لي شكون اللي بان لكم فيهم غادي يربح، واش الشكح المشاكس ولا المناجر المحرض؟ شكون فيهم؟ بجوج بهم مشاكسين، بجوج بهم فيهم البلباله، بجوج بهم واعرين. صراحه انا كنعرف الشكح وكنعرف المناجر، بجوج بهم قاصحين. الشكح غفال وخفيف، المناجر عصبه وقاصح، يعني غتكون مباراة ديال العافيه، غتشبك بيناتهم ديال بصح. غالبا تكون الكومبا غدا ان شاء الله. المهم دابا غادي نمشيو عند الشكح، ندوزو عنده هو الاول، غادي نشوفو شنو غادي يقول لنا في هذا الشيء، ومن موراه غادي ندوزو على المناجر. خليكم معايا. غادي نشوفو، ما حنا جيت عند الشكح دابا باش نشوفو شنو غادي يقول في هذا الشيء. مرحبا بك اخي هشام. مرحبا بك، عندك قصار تبارك الله، لاباس جديد هذا البروجي ديالي اخوتي جديد الحمد لله. سير الله يعطي وجهك. المهم اخوتي دابا جينا عند الشكح كما كتشوفو باش نشوفو شنو غادي يقول على هذا الشيء ديال الكومبا اللي بينو وبين المناجر. حيت هذا باسل والاخر باسل كما قلت لكم. انا ما خليتش غير العفه ودا هشام، هو اللي هو اللي تماطع عليا ودا هشام. دابا دابا انا بغيت نجي نعطيه الكلمه ونشوف شنو غادي يقول بالنسبه للمقابله اللي غتكون غالبا غدا ان شاء الله. ان شاء الله غتكون غدا باذن الله. شكون اللي كيبان لك شكون غتربحوا ولا غيربحوا؟ شوفوا الداخل هشام، انا باش نقول تعدي انا نقدر نلعب معاه واحد جوج ونحلو بيدلت هاي سالات الحفله. بيدلت ماشي بيدلت اشكاع، لا هو خريف راه ضربو خريف. اسمع كي كضربو بميدلت ميدل ميدل اشكاع ميدل. المناجر دبرتي عليها راه غيضرب بميدلت، يضرب بميدلت كامل. سير اشكاع ما فيها والو، ايد هي هادي غادي نعطيه. غادي نبقى نلعب معاه حيت هو قري جاب قرض وبدا كيهدا ومن هنا وكيبقى يدير ديك المسار بغا يشرب. ولكن الناس في لي كومونتير وفي لي ميساج كيقول لك راه المناجر قاصح عليك كذا كذا. شوف شنو كتقول لهم؟ هذه القضيه ديال قاصح عليا ماشي قاصح عليا، ماشي مشكل، انا غادي ندخل نفس اللي كتضرب. هذه واحد القضيه معروفه، هذه نفس فيها البوطه. اه فوالا نفس كاينه في البوطه، غادي نفيسا فيه النفس نفيسا نفيسا ما تعرفش تطيحوا زعما اشكال. لا لا ان شاء الله باذن الله الكاو. ها واحد جوج سكيف كروشي باش جيب واش داير. السلام عليكم. تايق في راسك انت صيفطو الايزك، تايق في راسك الثقه كامله، تايق في راسي كامل الثقه. علاش؟ حيت هو قلل العفه ودار 30000 درهم اللي قال لانجري، خاصو لانجري يعطي 30000 درهم. انا بان لي كيدخل يخرج في الهضره، وانا اللي غادي يجدو شي لباس تبع طهاش غادي يهزو غادي يدير معاه تا هو الكوبا. سمعتي لانجري قال لك شكح ما حطيتيش 30000 درهم ديال الهديه اللي قلتي لهم ديال الفوز اللي فيها، راه غادي يدير معاك كومبا انت براسك. اقسم بالله تنسلخو كل واحد هشام من خلو انا وياه. دبرت على الشكح باغي يضرب كل شيء كما كتشوف، قلت لنا يومين ولا باغي يضرب المغرب كامل. لا ماشي المغرب، هي المناجر ولا الجري، هاد جوج اللي عندي معاهم المشكل انايا. وشنو باغي تقول للمناجر اللي كيشوفنا دابا في هذا الفيديو؟ شنو غادي تقول له؟ غادي نحزق يماك. المهم الخوت كتشوفوا الشكح تايق في راسو، كنسولوه اسئله قال لك هو تايق في راسو غادي يهبط المناجر. وراكم دابا غادي نمشيو عند المناجر حتى هو باش عاوتاني نشوفوا الراي ديالو. الا بغيتي ندير لك حركه تشوف ماشي مشكل. نود نود بين البيبليك يشوف التكنيك ديالك. وري التكنيك للبيبليك يشوف الشكح المهاره ديالو، والبيبليك اللي غيحكم. كاين كاين الشكح. كاين كاين الشكح كاين. لا لا صافي
صرا ليا صرا ليا عيني صافي الشكاح الوالد كيما كتشوفوا الشكاح راه صعر سخن صار الشكاح تدن 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 شيكرو 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 تدن تدن الشكاح صافي الشكاح تدن كيما تشوفوا المواجهه كاينه حاميه بين المناجر والشكاح الله يدير الخير وصافي راه تكون الشبكه ديال بصح وقع الضرب وصاحب اللي قالت حنا ما كنمشيوش نزيد نلقاو 1000 الشكاح هو باش يدي 30000 درهم واش دابا 30000 درهم ولا حساب ولا شنو هذا الشيء ولا لا 30000 درهم انا هذاك السيد اللي قال تدخل داك حلوق الطبل قال غادي يحطها انا بان لي جينا واحد نقطه اللونجري اللونجري دير خطه مع المناظر راسك الخبر البارح الا ما حطيتش 30000 درهم يدخل هو وياه فاس الامون هو وياه بجوج وفي كوبا صافي شتي الشكاح ما تعصبش لينا برد 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 تبارك الله قداش تبارك الله وي زيت ولا صافي علي علي ولا البيسي تصنع الشيطان صافي لا صافي صافي ريح الشكاح ريح حنا عند المناجر منعم باش نشوفوا حتى واش راه يقول معنا رشيد اللنجري حيت هو اللي مول هذا الكومبا هذه داير لهم جائزه نقديه ديال 30000 درهم رشيد اللنجري من عنده كيشجع على ها نينا المناجر ماك اصاحبي خليني راه هذاك الشكح راه بزاف بزاف اصاحبي ريح شي شويه تبدل تبدل كي كتشوفوا انتم بوكس المناجر شي كل بياس الحر تكسيدو نزيد صافي نشوف ما غنكاش في الكومبا غنينا شوف المهم دابا جينا انا رشيد اللنجري باش نشوفوا المناجر شنو غادي يقول لنا في هذا الكومبا شنو مجد الكومبا واش متريني واش ما مترينيش واش غيطيح الشكح كا ولا الشكح اللي غيطيحو بالكا مشينا درنا هضرنا مع الشكح هضرتي معاه هضرنا معاه انت غتشوف الفيديو في يوتيوب قالك الشكح غادي يطيحك في الدقيقه الاولى انا ما كنتش مسالي ولا اش قال قالك غادي يطيحك في الدقيقه الاولى انت تخطي به دابا باش واش درتي كان اسمعني انا بيني وبينك بيد الشكح كل اصا ولكن الكومبا هي اللي كتحكم احنا نشوف الله يخليك ليا راشي شكون تفهمت المناجر جاي بالنس المهم هضرنا مع الشكح قالك الشكح غادي يطيحك في الدقيقه الاولى والشكح ناضي عمل شي كاطار لا دار كل شيء بين بوشي دابا حنا كنشوفوا شنو غادي تقول شنو هي الكلمه ديالك اللي تقول نتايا الكلمه ديال الشكح الناس والشكح وشنو كيقول في الكومبا وشنو غادي يقول لنا نسمعوا شوف انا واقيلا ما كتعرفونيش لا لا واقيلا ما كيعرفونيش صافي تكلم انا نبدا لله الله يحميك المهم الفنان ديالي تكلم انا ماشي فنان انا مناجر انا ما كيعرفوني شو راه ابار المناجر وداك الشيء راه اللي كنترين بدر هاري كاع تريني به داك النهار بدر هاري كاع بدر هاري كنترين وهاي ابليس اللي وقف عليا هي البارح في المنام قال لي داك الشيء اللي علمتيني راه مصيبه كحلا تما والله العظيم بالله وغندوي معاك شكون كيتريني بيك انت تخبي علينا ولا تبارك الله عليك سيبو نعيد تعيط كاين كاين تبارك الله تبارك الله كاين كاين توريني هذا دابا شنو كنت شنو واش طيح الشكح بالكا ولا غياب غياب ما نفوتش معاه ثانية 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 العمامة عاد علاش جامد ياك وعلاش هذا الشيء اللي بيناتكم شنو ما فهمتش ايوا كلاشات داك الشيء كلاشات ولكن حنا ما نضربوش مضاربات الزنقة نضربو في الريل وقاد بالريل وشنو هكا هكا نوض ورينا سي منعم للبيبليك باش يشوف شي حركات ديالك ورينا شوف شوف شاهدوا معايا عمل شي كلاطع شاهدوا معايا الاخوان كاين ايوا ايوا سير 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 اخي المناجر كتعمل هاينا سير ضرب الحركات الناس يشوفوا اجا ما اجا لونجري جلس هنايا الله يعطيك جلس الله نجري نصدق مهرس جلس جلس الله نجري نصدق مهرس سير اصاحبي ورينا كاين 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 اوه كاين كاين ناضي صافي سير سد الطبلة صافي اجي جلس اجي جلس سي مولاي عيد الدور اللي كانت دابا صاحبي اجي لهنايا جلس جلس روحي جلس عيد واش تحكر عليه قدام جلس 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 المهم كيما شتو الخوت شتو الحركات وشتو الوقفة وشتو الثقة في النفس ديال صافي اصاحبي شوفوا الخوت كامل لا كاين صدر كاين المهم الخوت شتو الثقة في النفس ديال المناجر منعم شتو الهضرة ديال الشكح شتو الحركات ديال الشكح وشتو الحركات ديال منعم دابا نتوما في لي كومونتير خاصكم تقولوا لنا شكون اللي بان لكم غادي يفرح فوتيو على واش هذا ولا هذا وغادي نعطيو كلمة الاخ رشيد اللنجري رشيد اللنجري قلنا شنو بان لك في هذا الشيء انت دابا انت شتي منعم وشتي الحركات ديالو وشتي الشكح وشتي الحركات ديالو كتعرفهم بجوج شنو هما التوقعات ديالك في هذه المباراه واش غيربح المناجر منعيب واش غيربح الشكح ولا غتكون المباراه اللي هي وين كيما دي منعيب باسل على الشكح ولكن انت الشكح خفيف وقع صح شوف انا كنعرفهم الدراري هذا غير الشكح حتى هو تبارك الله انا كنهضر كنهضر بصراحه بجوج بيهم هذا قاصح وعصبه الشكح خفيف وتا هو كيزرب وكيضرب يعني تكون كومبا اللي هي غيكون فيها المفاجاه اي واحد فيهم يقدر يتصونا في اي وقت يطيح شي واحد بالكام حنا اللي مناجر كنجيو على بعضياتنا وتهضر مع الحق واش حتى هو خفيف عنده ما يقول وانت كنت قاصح وخفيف يعني في وسط الكومبا غتبينوا لي شكون هو حاج شنو بان لك هادشي دابا خير من هو صراحه الكومبا هي اللي كتحكم ولكن اللي بان لي بلي هو خفيف وداكشي هذاك
كيفاش الجار و انت كتزيد معاك كيدير كان لا لا انا اصلا كيدوي على الحظ ديالي يعدلت حالات تبارك الله على السيمونين ودابا دابا بالي باغي تدي 3000 درهم اللي حاط لهم زوج جائزه في هذا الكونطير باش مشيت تبرع شي مع الفنانه ديالي انا زعما يصير قصه لا زعما الفنانه ديالك هذه الفنانه فكادير الله يهديكم يا مشيت تبرع انا تغني لها بقيت عندك شوف شوف غني دابا صافي صافي دابا مشيتي انا دابا بالرياضه وليتي في الفنانه ديالي ايوا تغني لي بقيت عندكم برا اطلق سوريا صاحبي هنين ريح شنو ريح المهم الخوت كما شفتوا شفتوا شوف حنا هاد الفيديوهات كنديروهم في اطار طالعه وضحكي ناشطين في نفس الوقت خصك تفرجوا نتوما بقيت تمتعوا وتكون كومبازونه ليا مأدبه حنا ما كنكلاشي واحد ما كنسبوا واحد حنا كنضحكوا كنخلقوها نتوما كتفرجوا بعيوناتكم بغيتكم انا تفوتيوا ليا تقول لي شكون اللي غادي يربح واش الفنان واش البطل واش البطل ديالنا منعم الفتى الشجاع المناجر المقدم ولا الشكح المشاكيس بجوج بهم صلاب هذا باسل والاخر باسل يعني غتكون مباراه اللي هي شرسه وشرسه جدا غيوقع الشياط في لافياط انا اللي نكون حكم صافي عندي حتى الجمهور بغى تقول له انا وشنو يعني البيبليك هو اللي غادي يقول البيبليك غادي يقول لنا شكون اللي بان لكم فيهم ناضي واش منعم ولا الشكح راكم شفتوا الشكح شنو قال وكتعرفوا الشكح ومنعم راكم كتعرفوا كتعرف شنو قال يعني عطيونا التوقعات ديالكم قبل ما تكون المباراه حيت المباراه غدا ان شاء الله غادي تكون المباراه غالبا غتكون غدا ان شاء الله بينوا لينا شكون اللي خليو في لي كومونتير شكون اللي بان لكم واعر بينوا بينك اخي هشام انا عارف خصني ندير كومبا قدام هاد الناس هادو ها انت تحدى اي واحد ها هو دابا في هاد اللاي هاد الفيديو هذا تحدى اي واحد خليني نبدا اني فوق مع راسي اني فوق باش نبدا اني فوق مع راسي اللغه الفرنسيه ديال لانجري راه هو عنده واحد عنده واحد الفرنسيه ديالو بوحديته نهار تكون واش جين تريني بيك شنو نهار تكون واش تريني بيك جين تريني بيك ان شاء الله تريني غير براسك تكمل شنو شوف انتم شنو المناجر كي ولاتوا البيس الحا انت اش خاسر على راسك بلا مشاكل صافي ولا ما يقول لهم عربي لا ما يقول لهم صافي الفلوس داخل الفلوس انتم ديور انتم اوريجينال كليس انا خير شوف واه شوف البياس الحر انتم شو كيولا ما تعرفوش ولا ما تعرفوش مازال ما تعرفونيش مازال البياس الحر وانا مخدش على عمره بالفلوس صافي ريح المهم دابا الخوت انا بغيتكم تخليو لنا في لي كومونتير شكون اللي بان لكم غادي يربح واش الشكح ولا المناجير المنعم بلبلوها في لي كومونتير البلبله حنا معروفين بالبلبله الروينه النايضه يعني ما كاينين البلبله والشياط هز لاكارت ديالك وطاكي على راسك كومبا حاره غدا ان شاء الله خليو لنا التوقعات ديالكم وتستناو الكومبا غدا غتلقاو عاوتاني في لاشين ديالي في يوتيوب صافي راه صافي تقطع عليا كنسخن اصاحبي راه كنت كتفكر لكم برك ممكن تاي تريح الارض المهم الخوت غادي نخليكم نتوما تفوتيو انتما كان معنا منعم كان معنا الشلجري الشكح راكم شفتوا شنو قال خليو لي في لي كومونتير شكون اللي غادي يربح وتسناو الكومبا غدا ان شاء الله تهلا رفيقكم كان معكم هشام بلولي ونتشوفوا تهلا